هي أكيد سقطة، سقطة كبيرة وسابقة في تاريخ الإعلام. أنا شخصيا لست ممن يؤمنون بما يدعو إليه رئيس حركة الماك، لأنني مؤمن بوحدة الوطن وأن القبائل جزء أصيل من الجزائر، لكن يبدو أن دخول العلاقات بين فرنسا والنظام الحاكم الجزائر مرحلة جديدة بعد زيارة ماكرون، بدأت تظهر التداعيات نتاعها، خصوصا بعد أن يبدو أن كان هناك تدخل من طرف الإليزي لمنع ظهور رئيس حركة الماك فرحات مهني ببلاطو سينيوز. هي سابقة في تاريخ الإعلام الفرنسي الذي كان دائما يرفع شعار الاستقلالية والمصداقية، ومنع فرحات مهني من الحديث بهذه القناة هو إساءة لصورة الإعلام في فرنسا، وإساءة لتلك الشعارات التي كان دائما يرفعها. وأظن أنها هاد السابقة في تاريخ الإعلام الفرنسي ستكون لها تداعيات كبيرة على صورته، وأكيد أكيد س يعني تكون هناك انتقادات كبيرة لتدخل قصر الإليزي فيما يخص الشأن الإعلامي الفرنسي. تابعت فيديوهات تم تصويرها قبل دخول، يعني أثناء استعداد فرحات مهني للدخول البلاطو، وكيف طلب منه عدم الدخول والاعتذار عن ذلك. يعني بكل صراحة مثل هذه الممارسات نشاهدها إلا في البلدان التي تراقب الإعلام وتوجه الإعلام، أما بلد مثل فرنسا المعروف عنه أنه قلعة من قلاع الديمقراطية، وديمقراطية لها تقاليد قديمة، يتم التصرف مثل هذا الشكل، هذه سابقة في تاريخ الإعلام الفرنسي.